اليوم رح نتابع في سلسلة طريق النحافة الحمية الأشهر والأكثر انتشار زي ما خبرناكم بين الناس، هي الحمية الكيميائية، طبعا مساوئها وحسناتها في هذا التقرير. تقول الفرضية التي يقوم عليها هذا النظام الغذائي أنك إن تناولت أنواعا معينة من الطعام في أوقات محددة وبكميات معينة فإن هذا يساعدك على فقدان الكثير من الوزن. وعلى سبيل المثال، يتناول الراغب باتباع هذا النظام على الإفطار نصف برتقالة مع بيضتين، أما وجبة الغداء فتتكون من صنف واحد من الفاكهة وبكمية غير محدودة، والعشاء قطعة لحم مشوي خالية من الدهون على أن لا تكون من لحم الخروف، وتتكرر هذه الوجبات لأيام. التركيز على صنف معين من هذه الأصناف يفقد الإنسان الشهية بسبب تكرار ذات الأصناف وعدم تنوعها، كما أن معظم الوزن المفقود يكون ماء وليس دهونا بسبب قلة الكميات المتناولة. ويطلق على هذه الحمية الحمية الكيميائية لأن هذه الطريقة من التغذية من شأنها أن تؤثر في التفاعل بين الكربوهيدرات من جهة والبروتين من جهة أخرى في جسم الإنسان، وذلك على نحو يؤدي إلى التخلص من الزائد منها ما يؤدي إلى نقصان الوزن. ولكن الخبراء ينفون أن يكون هناك أي تفاعل كيميائي خاص بين أنواع الطعام المقترح في هذه الحمية، ويعزون فقدان الوزن إلى الكميات القليلة من السعرات الحرارية التي تحتويها الوجبات. سارة الدندراوي، العربية. وسارة، أيضا مشاهدينا اليوم جابت لنا أمثلة على هذه الأطباق اللي كانت تتحدث عنها، وبدأت جوعنا كمان اليوم على الصبح. وين؟ ما هذه لأنه هي حمية مختلفة. فإذا مشاهدينا، زي ما ذكرت لكم سارة، بالنسبة لوجبة الفطور في بيضتين مسلوقين مع برتقال على ما يبدو، مفروض أنه بدون طبعا خبز، بدون أي نوع من أنواع الكربوهيدرات، مع شوية خضار هون، في بندورة وخيار. بالضبط. وبالنسبة للغداء، على عكس ما يعني بنتوقع بأنه وجبة الغداء لازم تكون كبيرة ودسمة، هي عبارة عن أي نوع من أنواع الفاكهة بس نوع واحد وبكمية غير محدودة، يعني الواحد بقدر يأكل 4 تفاحات أو أكثر. وبالنسبة للعشاء، شقفتين ستيك لحمة مشوية، ممكن يكون معها بصل أو ربما نوع من هو الخضرة. يمكن راويها الأكثر شهرة هذا النوع من الأكل، مع أنه فقير جدا، هو فقير. يعني بيعتمد على تكرار نفس الأنواع. وبالواحد بالفعل إذا بيأكل هالقد بس رح يحس بالجوع، رح يحس بالتعب، ما بيكون في عنده طاقة، وممكن يفقد شهيته زي ما ذكرت في التقرير، لأنه عارف أنه رح يأكل نفس الإشي، فخلاص بطل بده يأكل هاي الأصناف. تشوف مين من النجمات. ولكن أيضا بيخسر الواحد كتير من وزنه من المي، بالتالي انه بس يرجع، ممكن بس يرجع ياكل عادي، بيرجع ممكن بيزيد الوزن كتير بسرعة. من المساوئ اللي ممكن تكون لهذا الرجيم، عفوا، من مساوئ هذا الرجيم، بالضبط، من مساوئه. وبعدين لما اذا قارناه بالاكل اللي جبت لنا اياه او الحميه اللي حكينا عنها امبارح، كانت كثير غنيه، الطاوله كانت مليانه، وقلت اذا انا باكلهم ممكن يزيد وزني مش حتى ينقص. هناك مشاهير تعاطوا مع هذا الرجيم، هو في كثير من المشاهير، هي ربما هذه الحميه اللي عم نحكي عنها ربما اكثر حميه مشهوره على الاقل، خصوصا اذا بدهم يخسروا وزن بصوره يعني سريعه. نعم. على كل حال، احنا طبعا احنا مشاهدينا ما بننصح باستخدام، يعني لما نطلع لا، مش حتى اقتراح، هو احنا عم نعرض على مشاهدينا طبعا انواع الحميات المختلفه، وهن طبعا بيقرروا شو مناسب لهم.